عايزك حالا. هي مفيش اي حاجه في شارع عايز ده بتمشي من غيري؟ عايزك في موضوع مهم. يلا مستنيك. يلا سلام. مفيش حاجه في الشارع ده بتمشي خالص من غيري. البيزنس شكله هيكبر يا بنت. بيزنس خلاص يا شعلة واضحت. ايه اللي واضحت؟ يعني مفيش داعي للنمر دي يا شعلة وانطفت. نمر يا بنت. ايه يا شعلان؟ ما انت عملت الاف والدور اهو، شكل السجن غيرك، يعني لو مالكش فيها هات من الاخر. لا 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 لا، انا ما بقبلش بكده. شعلان وهو شعلان. الله اعلم يا شعلان، ما انت اديك يا اخويا بقالك سنتين في السجن، الله اعلم ايه اللي حصل فيهم، وانت عارف يا اخويا البلد كل ساعه بحال. لا شعلان ارباب وهو شعلان ارباب، بس اوضتك دي هي اللي فقر. اوضتي انا اللي فقر يا شعلان؟ اه ماشي، محدش يجيلك في حاجه وحشه. ما تتقمشيش بقى خلاص. دي مصلحه وراح عملها كده في السريع، ولما ربنا يكرم وتبشبش هترعامك فلوس. ونتجوز؟ نتجوز مين؟ احنا انا وانت نتجوز. بصي انت بنت جدعه وبتحبيني وانا عارف ده. خلاص انا مستعد اتجوزك عرفي. عرفي؟ اه عرفي ايه يا ابو عرفي؟ يلا يا اطلع بره، يلا يا اطلع بره. عرفي؟ انا سهير عرفي؟ تعالى لي الشغل بس، تعالى واتفرج على رجاله الدنيا والاخره بتجري ورانا ازاي. انا عرفي يا شعلان، انا عرفي. عرفي رجع لي ابو ليلي يا حبي. يا ابني كان انا عرفي. عرفي اتفضل يا سيدي، نقل اللي يعجبك. وريني ايه ده؟ هو ده اللي انت قدرت عليه؟ ده ايه القرف ده؟ ايه؟ وكمان سميني ممدوح القحطاني، شايفني مدي انا ممدوح قوي يعني؟ ايه يا باشا؟ انت تعمل لي في حسن فايق؟ ما انا قلت لك استخار واختار. الله لم القرف اللي انت جايبه ده. انت فاكرني هساعدك عشان الحبتين اللي عملتهم ولا عشان مستني منك خدمه؟ لا هتساعدني عشان انت بابا نويل. امال هتساعدني ليه؟ بص يا ابو عزيز، واضح ان السجن صد دماغك. عموما من اخواننا البعده دول بيستاهلوا اللي اجرى لهم، بس اوعى تستخدم اللي اديتهولك ده قبل ما انا اسافر. يلا شيرز زي بعضه. شيرز؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي رطرطت وهبلت وزبلت كمان. انت هتاخد رجليه علينا ولا ايه يا عبد العزيز؟ ليه كده يا باشا؟ هي ماشيه رطب بره وجوه ولا ايه؟ بقى انت معاك بتشرب ايه؟ مشروبات روحيه؟ خلاص يا ابني انت تحكي قصه حياتك. بيقول لك روحيه. روحيه دي تبقى خالتك. طب ميرسي يا باشا. ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ اطلب له اي حاجه يشربها، الحلبه الحصى اللي انتوا بتسموها دي. طب خلاص ما تزعلش، خد اهو. اوفا اقعد لنا شويه اخ على جنب لما نشوف اللي اهم منك. يا حبه. بدك تولع اخي؟ والاخ منين لا مؤاخذه؟ شكلك كده مدي على ليبي. لبناني. اخوك عدنان الزغبي من سوريا. بالصلاه على النبي، يعني ايش ايه يعني؟ امر يا برنس. اذا بتريد خيي ممكن تعطيني فراطه؟ فراطه ايه يعني؟ بالمصري يعني فكه. لا لا مؤاخذه، لسه ما اصطبحناش، بس اقول لك على حاجه، هاتها لما ربنا يكرم انا اجيب لك الفك. مهضوم. وانت شو بتسوي بهالدكان؟ انت بتشتغل هون؟ هون؟ هون يا عم؟ انا احد عفريت الاسفلت الاسود، يعني المراني الجواني الشلاتيم، محسوبك شعلان ارباب. ايه ما تسمعش عني؟ خلاص يا عم ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. وانت بتعمل ايه هنا بقى؟ انا حاير والله، طاير والله، عضو عامل. انا بشتغل عند المعلم انديل، بس شكلنا راح نكون نصير اصحاب. يا مساه فرجها يا رب. هادي شعلان اللي حكيتك عنه. اهلا يا شعلان. اهلا بيك يا باشا. انت ايه بقى علاقتك بعبد العزيز؟ زميل برج، وكنا بنقسم الجنايه مع بعض، بس الشهاده لله، راجل جدع وابن حلال. سلام. طيب
تشتغل مع ايه؟ انا راكب في اي مصلحه يا كبير. انا اتولدت على الاسفلت وبعون الله مفيش حته في مصر اللي بمسيطر عليها، لا مؤاخذه يعني، دماغي دي خريطه. ماشي يا شعلان، هنجربك. لو طلعت جدع كده وبتاع شغل يبقى ليك معانا لقمه عيش كويسه. اهم حاجه عندنا الطاعه والكتمان. امان الامان يا كبير. اتكلوا على الله. عدنان خليه يشرب شاي بره. شكرين يا باشا، تسلم يا كبير. اتفضل يا حبيبي. ادي يا بيسو. خير يا عم محجوب. تعال. شفت شعلان يا ادي يا بيسو؟ والله ما شفته يا خال. ولا كلمتوش في التليفون؟ ولا كلمتوش. طب ممكن تاخد اراضيشك دي وتمشي بعيد عن هنا؟ انت هتكرشنا من منطقتنا كمان يا عم محجوب. اكلوشك من منطقتك؟ عيال صايعه وفاسده. صحيح.